اركب زورق الحياة، زورق هو زورق الأمل، وخذ في عبابي هذا الماء، ماء الحياة، واعلم أن الله جل وعلا إذا اطلع في قلبك فرآك تحبه وتثق في عطائه وترجو منه خيرا وتحسن الظن به، أعطاك حتى يدهش عقلك. والله يدهش عقلك. هذا الرجل يقول: والله يا شيخ إني لا أعرف رأس مالي لأزكيه من كثرته وتفجر ينابيع الرزق فيه، مع أني ولدت من أب أو لأب كبير مات وأنا في بداية حياتي ما ورثت منه ريالا، إنما أخذ مالي. اليوم يعيش على تركة كبيرة من المال. فثقوا بالله واعلموا أن الله يعطي الطمأنينة، وهي أعظم عطايا الرب جل وعلا، ويعطي السكينة ويعطي الإيمان، وهذا أغلى من المال. ومن فقد الثقة بربه والإيمان به وفقد حبه، حتى ولو أعطي زهرة الدنيا كلها فهو فقير، ولو كان المال يملأ خزائنه. فلماذا تولول وتشتكي على كل من جلس إليك: ظلموني، طعنوني، غدروني، اغتابوني، سرقوني؟ يا أخي جدف في زورقك وابتعد عن الهم، وقل: يا رب عفوت عنهم ولهم ما يريدون، وأنت حسبي وأنت نعم الوكيل. الله، تشرق في صدرك أنوار الأمل من جديد. ابتسم، وابتسموا دعوة للجميع، ابتسموا وثقوا وأملوا وأبشروا، فوالله إن الله على كل شيء قدير، ومن قدرته أن يقلب الهم والغم من صدرك إلى حدائق ذات بهجة من الإيمان والأمل واليقين. أسعد الله قلوبكم وشرح صدوركم ورفع منازلكم.